شو اسمك حبيبي؟ عباس. شو حاطت هوني على كمامة؟ شو مكتوب عليها؟ قومي يا بيروت. حتى لو أيامة بيروت كانت على حساب يعني بيك، تشيل هاي الكمامة. شو اسمك؟ عباس. عباس، وين كنت وقت توفى بيك؟ بالبيت. كيف عرفت انه توفى بيك؟ كنت تيامني عم بقضوا على أم صباح، كنت نايم قد ما نمت أنا، فيقوني على بيك لقوا جيت بيك تحت الردم. شو بتقول للي تسببوا بقتل بيك؟ الله يسامحهم بسبب يتموني وبعدوا بي عني. انت بتعتبر حالك هلأ مسؤول عن أخوتك اليوم بالبيت؟ أكيد. مين بتعتبر انه المسؤول عن هالجريمة الكبيرة؟ الله بيعلم. ما بتعرف؟ إهمال؟ فساد؟ أكيد فساد المسؤولين وإهمال. شو لازم تعمل اليوم لحتى تساعد أمك بإعالة العائلة؟ لازم انتبع أخوات وع أمي وما... أنت كنت بتشيع بيك؟ أكيد. بشو بتوعد بيك عباس؟ بوعد انه يكون مثل ما هو كان بده يعني، يكون صالح وصديق، ما اكذب، ما اكل بالحرام، اكل لقمتي بالحلال. للمجرمين وقفوا لك. للمجرمين شو بتقول؟ الله يسامحهم، الله ياخذهم مثل ما اخذ بي. شو ناوي تعمل بس تكبر؟ بي قال لي اعمل دكتور. بتحب انه تحقق حلم بيك؟ اكيد. عندك الامكانيات الماليه تعمل دكتور؟ تعتقد انه لازم حدا يساعدك يكون حدك حتى تعمل دكتور وتتعلم؟ ان شاء الله حدا يساعدني كرمال اعمل دكتور. ليش بدك تعمل دكتور؟ حقق حلم بي. تحية لعباس كلنا سوا. أنا بعتقد إنه يعني كرمال 5000 ليرة اللي نزل كرمالها تياخد على الساعة الإضافية العتال بمرفق بيروت، يعني أنا بستحق إنه بعتقد إنه بيستحقوا اللبنانيين يتضامنوا كلنا سوا لحتى يقدموا إعانات ومساعدات عينية ومالية لهالعائلة، ولحتى عباس هو أخته يقدروا يأمنوا دراسة واختصاص ويحقق حلم بيو عباس. تحية لعائلة مشيك.